ولا راك تنفهم مني حوش عليهم في ديارهم ولادهم نكروهم عوايلهم نكروهم والدولة ما نظرتش فيهم كامل ماذا بينا يا مسؤولين كبار معذوبين حرب التحرير انتم اللي بنيتوا الجزائر انتم اللي خدمتوا الجزائر انتم اللي ضحيتوا على الجزائر انتم واخوانكم المجاهدين فكروا في اخوانكم اللي راهم مازالوا ما جاوكمش الهون وما شافوكمش راهم معطوبين رقود يا خاوتي المجاهدين ماذا بينا تفكروا الدولة في المجاهدين اللي راهم عاطين ما مشيوا لكم الهون ونحن نتمنى وان شاء الله الجمعية هذه تكون في المستوى تاع المقال تاعها في هذا اليوم في هذا اليوم التاريخي لازم نكون بعهد صافي مخلص لله وللوطن وللشهداء والمجاهدين يا اخواني هذه اللي نطلبها من اخواني وبارك الله فيكم في الاتحاد اللي تحتهم وما كنتوش نناقضوا في بعضكم بعض وحنا الملك لله وان الله اليه راجعون وهذه اللي نقولها لوليداتي وابقى على خير السلام عليكم. بارك الله فيك يا استاذ.